هرجع على تاني هي الاصل بتاعي ازاي. يعني انا النهارده الرئيس بيتكلم مع، او يعني جو بايدن اتصل بالرئيس، فاتكلموا طبعا على مساله الهدنه، واتكلموا على ضروره العمل على انفاذ المساعدات اللي بتدخل من عندي في رفح، لانه اسرائيل طول الوقت مصممه ان احنا اللي عاملين المشكله، وطبعا كل العالم يعلم جيدا ان احنا مش اللي عاملين المشكله على الاطلاق، وانما التعنت اسرائيلي. ليه بيتعاملوا مع اسرائيل باعتبارها دوله ديمقراطيه في حين انها دوله احتلال، في حين انها دوله مستوطنات، دوله استيطان، جايبه ناس من اوروبا تعيش على ارض عربيه بالعافيه؟ يعني دي جدلية ساعدني في فهمها. وفي نفس الوقت أنا معلش أنا بطول عليك، وفي نفس الوقت كيف ترى توقيت مكالمة جو بايدن؟ وأظنه ده أمر مهم. توقيت طبعا مهم، لأن في خلاف دلوقتي ما بين الإدارة الأمريكية وما بين الحكومة الإسرائيلية. يعني الخلاف إيه؟ الخلاف مش على الهدف نفسه اللي هي الحرب اللي بتحصل أو الجرائم اللي بتحصل، بل بالعكس، لا، إسرائيل هي في حياتها حليف استراتيجي لأقوى دولة في العالم، وهنا موقف العالم من استخدام القوة في العلاقات الدولية. طيب المسألة هنا ان التوقيت نفسه ليه خطير؟ لان حصل خلاف ما بين اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية في العملية النوعية نفسها. الولايات المتحدة الامريكية عايزة اسرائيل تركز على قيادة حماس من خلال الاختيالات وكده، وتصفي حركة حماس فالموضوع ينتهي. اسرائيل مش من مصلحتها ان انا اصفي حركة حماس، لان حركة حماس في حد ذاتها وجود القادة بتوع حماس حتى بره بتاع غزة واسرائيل عارفة، بس اسرائيل قادرة ان هي ممكن تعمل عمليات اغتيال بدليل اغتيال العروري اللي حصل في ليبيا، صح. بس مش من مصلحة اسرائيل تعمل ده، لان حماس بالنسبة لاسرائيل هي ذريعة وحجة لانتشار عمليات الابادة الجماعية، لان في هدف من الكل يا فندم. الهدف هنا ايه؟ هو ضم قطاع غزة تحت السيادة الاسرائيلية والتوسع الاستيطاني، وده وفقا لأدبيات الفكر الصهيوني بيتم كل ربع قرن. ازاي؟ انا عندي انشاء دولة اسرائيل نفسها تم الاتفاق عليه في اول مؤتمر الحركة الصهيونية بقيادة تيودر هيرتزل سنة 1898، اتفقوا على هدف واحد، اعلان دولة اسرائيل بعدها بخمسين سنة. طب 50+1898 سنة 1948 حصل الاعلان. حصل هنا الاتفاق على التوسع الاستيطاني كل 25 سنة، 25+48 73، السادات ضربهم الضربة العكسية في 73. طب زود 25+73، نزلنا ل 1998 المذابح اللي عملت اللي من ضمنها صبرا وشتيلة والتوسع الاستيطاني اللي حصل، زود 25+1998 هتوصل ل 2023 اللي بيحصل دلوقتي. اللي حصل، وبالتالي هنا جزء من الكل. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما طلع في عز ما كانت اسرائيل بتروج ان حماس هي الهدف ليها، كان بيتكلم على تصفيه القضيه والتهجير، وكان عايز وبيوصل فيها رساله لصانع القرار في اسرائيل، عندك انا واعي انت بتعمل ايه، وعارف ان حماس هي حج او وسيله عشان تحقق بيها الهدف الاسمى بالنسبه لك، وهو ضم القطاع والتوسع الاستيطاني، بس مش هيبقى على حساب الامن القومي المصري طبعا، ولا هيبقى على حساب القضيه الفلسطينيه. صح صح. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة.